صباح الخير عليكم احبابي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير كنتمنى ان شاء الله يلقاكم على فيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي يكون نهار جديد على القناه، فما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم. والناس اللي يلا انضموا بالقناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، والناس اللي يلا غيشوفوا القناه دابا كنقول لك اختي خويا اش كتسناو، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايكات والبارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم احبابي باش ما نطولش عليكم، اليوم غادي يكون فيديو جديد على القناه، غيكون واحد نيو لوك جديد بمناسبه مبقى والو للعيد وشعرنا. يلا اختي اش كتسناي؟ جبتك اليوم صبغه رخيصه ما غالياش على قد الجيب وعلى قد الامكانيات وعلى قد حتى الزغبه ديال شعرك. حتى يعني الا بغيتي تبدلي هذا اللون هذا وبغيتي تغيري، المهم باش نقول لكم بعدا باش نغير الى لون. اليوم غنصبغ شعري بالكحل، اليوم غنصبغ شعري بالكحل، وهذا صراحه فكرت بزاف 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 باش ندير هذا اللون هذا. انا اللون ديالي الاصلي البنات ماشي زعره وماشي شعري كحل، انا الشعر ديالي ماغو، واحد اللون اللي بزاف الناس كيبغيو يصبغوا هذاك اللون وقليل فاش كيخرج ليهم. انا عندي ماغو ومي كنصبغ، وعندي مشكله ملي كنصبغ شعري زعر دائما هذوك الاطراف كيبقاو يبانوا بحال حمرين، هما راه ماشي حمرين، اللون ديالهم ماغو. وكنت ديما ملي كنت صغيره كانت كدير لي ماما الحنه، فالزغبه ديال شعري كانت تبارك الله صحيحه وشاده ايوا راك دا. ولكن انا الحمد لله انا صبغت شعري حتى كبرت، يعني وصلت واحد اللاج، يعني ماشي نقول لكم صبغته بزاف ملي كنت صغيره، بالعكس كبرت وهذا ما صبغتوش بزاف. اللي درتو اللي خليت شعري باش ضرر لاماش، لاماش درتو وقال شي جوج المرات، درت لاماش ودرت في عرسي لي غوفلي وكملحقت العرسي. المهم البنات ولكن كانوا جاوني واعرين صراحه، ما كرهتش ندير لي غوفلي ولا لاماش، ولكن هذا ما يقدر راجلي ما خلانيش صراحه ندير لاماش. فقلت علاش لا الكحل ديما دابا مؤخرا وليت كنشوف، عرفتي في التلفازه وليت كنشوف غير الكحل، لا مود الكحل، وقلت علاش لا انا ناخذ الكحل بعد شي شويه من هذا اللون الاشقر. والاشقر مشكله غير كي كدوز واحد 15 يوم ل 20 يوم خاصك، يعني خاصك تبقاي غير مع شعرك. وانايا ما عنديش مع قوه الصبغه البنات لان شعري عزيز عليا، حاليا كتشوفوا شعري من هنايا بحال بوكلي راه ما كانش بحال هكذا، يعني شعري قوه الصبغات، ولكن ماشي مشكل. المهم البنات اللي انا كما كتعرفوني عندي دي بلون في الحلاقه والتجميل، واليوم غادي ندير لكم واحد الطريقه مبسطه سهله مهله اي وحده ممكن تصبغ في الدار، وغادي نجيب لكم واحد الصباغه اللي رخيصه ما فايتاش وقيلا كنظن 5 دراهم ولا 4 دراهم ما فايتهاش. فاليوم غادي نجيب لكم واحد الصباغه زوينه اللي غتصبغوا بها كحله وغادي تعجبكم بزاف. ولكن قبل هذا هادشي كامل يلا راه كنشوفكم، ديروا لايكات بقاو معايا. اول حاجه كنحتاجو في الصبغه هي فازلين، اي نوع ديال الفازلين كتستعمليها هنايا مورا وديناتك فهاد البلاصه هادي فهاد البلاصه هادي باش حتى الى قصتي. الناس اللي ما عندهمش فازلين غتعوضوها بالشامبوان، غير هو شامبوان ولا البلسم، اي بلسم عندكم غادي ديروه في هاد البلاصه هادي ومورا الودينات ديالكم. هي صراحه من الاحسن فازلين الا ما عندكمش فازلين، حيت بعض المرات تندخل نشوفوا شي فيديوهات ابسط حاجه كتكون ما عندكش كتصدقي ما دايره والو، اما فازلين اما ممكن ديروا البلسم فهاد البلاصه هذه باش هكذا شعركم ملي كتجيو تمسحو، حيت راه كتعرفوا الكحل ملي كتضرب عينيا ما تدوش عليا صايمه، ملي الكحل كيتقاس راه جلاخه ماشي بحال الالوان الاخرين، ضروري فازلين. ثاني حاجه هما القفازات، ضروري البنات القفازات باش يدك ما تجلخش وما تقاش، واكثر هي الناس اللي عندهم حساسيه بحالي انايا دغيا اللحم تيبقى يتفرتت الا قصتو بداك البرودوي د لاماش ولا هذا، عندي الجلده رقيقه بحال الويدات الصغار. اللي شي حاجه ضروريه هو البينسو، ضروري هذا ما غاديش شري انا واخده منه شي جوج ولا ثلاثه طويصه باش نديرو رويال هي اللي غنستعملو. بالنسبه للرويال انا غادي نستعمل جوج حيت شعري طويل ولكن خفيف. غادي نستعملو اي شامبوان عندكم، الا عندكم ساشيت سانسيلك
اي شامبوان البنات، اي شامبوان باش ما نكذبوش على بعضياتنا نبقاو نقول لا ضروري اختي هذا الشامبوان، لا اي شامبوان ولا ويلا. ويلا حتى هي ديك النهار صبغتها لواحد البنت، كنت صبغتها ليها ودرت ليها ويلا. انا دابا ما عنديش ويلا، اي بلسم اي شامبوان، المهم انا دابا غنستعمل هذا الشامبوان هذا اللي زوين بزاف البنات، خطير هذا الشامبوان ورخيص رخيص، هو اللي وليت كنستعمل مؤخرا صراحه، مابقاش كيطيح ليا الشعر. هو اللي غندير منه جوج معالق، ايوا يلا رقعي ليا العديان وبدلي ميولا في هضره نتا في هذا العيد. يلا حبايبي دابا غادي نبداو على بركه الله. بطبيعة الحال الى عندك بلاش ما توسخيش حالتك، انا غنديرها ما نرجعش اللور نديرها هكذا. فراسكم واحد الحاجه نصبغ الناس وما نصبغش لراسي. وعاده البنات غنحيد لي بوانت ماشي دابا طبيعة الحال حتى يقرب العيد وندير لكم وصفات. بصي البنات نخلو عامل لك حال، حيت فايته درت هاد الوصفه هادي ودرت معها درت معها ولا كلشي، ولكن اخوتي واخا هكذاك ديك المره باش كنت صبغتها وصبغت شعري كحل كنت ما كنعريهش يعني، وكان قال لي راجلي قال لي جاك واعر كلشي حماق عجبه ماما كلشي، ولكن دابا ما عرفتش واش غادي يجيني زوين ولا لا، ماشي شي يجيني زوين واش انا غنرتاح فيه، حيت انا الكحل ما كنرتاحش فيه، كيعجبني راسي نشوف راسي بالاشقر، ولكن ماشي دائما داكشي اللي كيعجبني انا خاصني نديرو، يعني خاصني نبدل شي شويه. المهم انا جاني باغا نبدل، طلع لي هاد الاشقر في راسي واخا ما صبغتوش بزاف، انا ما كنصبغش البنات كل شهر ولا كل 3 شهور، انا كنصبغ صبغه حتى كان شعري كيرتاح عاوتاني كنصبغ، حيت شعري راه ما كيجيش مع الصباغ. ولكن هذه البنات باش زوينه حتى لا طلع لكم كحل في الراس ما كتبقوش تقولوا ويلي خاصني نغسلو وخاصني ندير ساحب لون، هذا زوينه هذه دغيا كطير، ماشي كطير زعما في الصبغه زعما حتى هي كدوز وقتها، حتى هي واحد الشهر كدوز وقتها، ولكن باش زوينه ما كتبقاش لاصقه في الشعر بحال دوك الصبغات الاخرى. يعني دغيا كطير دغيا واحد المده. دابا نوريكم واحد الطريقه كنديرها واحد الماسك باش كنحيد كنحيد داك اللون صافي، وكت ما كديروا لا سحب لا والو، يعني ما كضروش شعركم فهمتوني. غادي باش غادي باش كتعجبني انا درويلو زعمت عليها وما خليتش شي شعر شي صباع. المهم دابا غادي نحيدو على بركه الله. نديرو القصي زيت نسيت اختي ما فكرتونيش، انا معاكم العشره يا اختي التليفون غيدي شارجا، وانا من قبيل وانا تنقلب على الفانس وتنقلب على الليغو تمشي عليا الحال اختي اختي البداية يقول لي الله يستر تقول يا ربي اش درت في حياتي تعطيتيني بحال هاد الام ياه. هانتوما راه كنقلب لكم الله يسلي فيهم الإضاءة، هانتوما البنات ما بنتش بحال الشبح بحال المتتبعة، قالت لي يا اختي وليتي كتباني بحال الشبح في هذا الفيديو. أوه خلعتو وهي رزت الإضاءة دابا مزيان. غنبداو على بركة الله، غادي نستعملو المعلقة الأولى أصلا هاد الشامبو كحل، غنديرو المعلقة الأولى وغادي نديرو المعلقة الثانية. هانتوما غادي نخلطو الخليط بطبيعة الحال غنزيدو الماء، هاد علاش كنديرو البلسام ولا شامبوان وهذا غير باش ما كضررناش الزغبة، يعني كنديرو هاد الحنة هادي، هادي راه حنة وحنا مرتاحين. دابا غادي نديرو
الماء. بالنسبه للماء حتى هو راه غيكون بالعبار، تقريبا غادي نديرو شي 3 المعالق ديال الماء. حنا خدام كنبقاو 3 ب 3 تقريبا 6 المعالق اللي غادي نديرو ديال الماء. نخلطو غير بشويه ريحه الكحل. هانتوما البنات خلطنا الخليط، تقريبا درنا 6 معالق كبار ديال الماء و 2 معالق ديال الشامبوان. باش نخلطوش ميتبقاوش ديك الحبيبات مزيان حتى كيولي بحال هاد الخليط بحال الطريقه ديال الصبغات. ودابا غادي نبداو على بركه الله. بحال غادي ندهنو هاد البلاصه هادي، نوليو ودنو كبار مشكله يا اختي. بالنسبه للبنات راه غادي نبداو اللور هو الاول، كنبداو هاد البلاصه هادي. صافي البنات انا درت واحد الخطا، انا نقول لكم انا كنعترف بالخطا، كنعترف بالخطا فضيله، انا ما نكذبش عليكم. في واحد القاعده كنبغي نخرج خاصني الحاجه اللي بغيت نديرها خاصني نديرها ديك الساعه، وكانت واحد الخرجه زوينه. المهم ترقبوا الفيديو الجاي، غادي يديني راجلي نخرج نفطر ودار لي واحد المفاجاه زوينه. المهم احبابي وقلت غندير لكم الفيديو غادي يجي طويل بزاف، لا هما درت لكم الطريقه ديال الصبغه وعاد ان شاء الله الخريجه غيكون في الفيديو الجاي. المهم البنات انا الخطا اللي درت، انا تبارك الله شعري ما كنتش غاده ليه البال قداش طوال، ما شاء الله صراحه طوال ليا بزاف، وكان عليا ندير 4 ساشيات. ايوا انا قلت صافي جوج تسقرمت، قلت صافي جوج بركه عليا، كانوا ديجا عندي شحال هادي واخداهم وموجداهم، ولكن كان عليا ندير 4 باش يحيد لي ديك الزعوريه. ومهم بالنسبه للشعر انا درته من التحت، حيت هذه هي الطريقه، الا ما عندك الشيب كتصبغيه من التحت، الا عندك الشيب كتبداي بالقدام عاد كتصبغي اللور. انا صبغت اللور حيت ما عنديش الشيب، صبغت هذيك الزعوريه حيدتها بعدا، حيت صعيبه البنات باش تحيد ديك الزعوريه، كنت شاريه واحد الصباغه عاد ما كتبغيش تحيد منها. ايوا صافي. المهم الحمد لله كما كتشوفوا دابا راه درتو، وغادي نخليها ساعه على روب. كنت باغا نصبغ حجباني ولا نقول بلاش، حيت اصلا شفاري كحل حجباني كحل، فغادي تجي ديك الشوفه شويه حرشه، فمن الاحسن. واصلا ما بقاش لا مود تصبغي حجبانك زعرين ديري شعرك زعر، ضروري شويه ديال الاختلاف. المهم احبابي دابا غادي نخليوها ساعه على روب عاد نغسلها، ومن الاحسن تغسلوها بحال طريقه الصالونات، ما تغسلوش يعني ما تدخلوش دوشو كامل باش هذيك الصباغه ما تدبغش لكم لحمكم. وها ما كان هذا ما كان. المهم البنات ها هي النتيجه، انا دابا غسلت شعري ونشفتو غير بالسيشوار، ودرت ليه بديل الزيت وحتى نشفتو ودرت ليه السيروم، ما درت ليه لا بروشينغ لا والو. من الاحسن مي تصبغوه تخليوه يرتاح. وهذا هو النيو لوك ديالي جديد، نتمنى يعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايكات وترقبوا الفيديو الجاي ان شاء الله.